بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، صدق الله العظيم. مشاهدينا أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كل سبت. حلقة اليوم هتبقى عن الصبر وأهمية الصبر وجزاؤه في الإسلام. إن شاء الله هتكون بعنوان وبشر الصابرين، وهيحدثنا في ذلك ضيفنا الداعية الإسلامي بالأوقاف الشيخ ناصر عبد الهادي. اهلا بك شيخ. مرحبا، اهلا بحضرتك. ان شاء الله على ضوء هذه الايه الكريمه فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، عايزين حضرتك توضح لنا من هم اولو العزم ولماذا لقبوا باولو العزم. الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تتنزل البركات على العبيد. الامر امره والقضاء قضاؤه، ولا احد يخرج عن سلطانه، فله الأمر وإليه يرجع الأمر، وفعال لما يريد. كتب على نفسه البقاء، وكتب على عباده الفناء، وأنزل قرآنا يتلى في الأرض وفي السماء، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أول بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء، بالجود معروف وبالإحسان موصوف، ومن أجل عباده سمى نفسه الرحيم الرؤوف. الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، فهو الظاهر وهو الباطن، وهو بكل شيء عليم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم نور الأنوار وضياء الأبصار، النبي المختار. أبشر بخير نبي زانه خلق، بالبشر مشتمل، وبالجود مكتمل، وبالأخلاق متزن. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في جود ولا كرم. هذا محمد خير خلق الله كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، يا من إذا مشى يسبكه النور، وإذا تكلم أخجل البذور، وإذا ركع وسجد قال أمتي أمتي يا غفور. إذا ما شئت في الدارين تسعد، فأكثر من الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإذا أردت القبول يوما، فاختم بالصلاة على محمد. فوالله لا يخشى على رسول الله من النسيان أبدا، لأنك تصلي على رسول الله أحمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إخوة الإيمان والإسلام، أيها الأخ الكريم وأيها المشاهد اللبيب، بين أيدينا قضية هامة، قضية ظهرت في المجتمعات وتفشت بينهما. إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق اصطفى اصطفاء عاليا، اصطفى الله سبحانه وتعالى من الأرض مكة المكرمة، واصطفى من البيوت بيت الله الحرام، واصطفى من الليالي ليلة القدر، واصطفى من البشرية جمعاء الأنبياء والرسل، لأنهم صفوة الله في خلقه. وعندما أراد الملك أن يصطفي من هؤلاء اصطفى الأنبياء، فاصطفى منهما خمسة، ألا وهم أولي العزم من الرسل، كما تحدثت في هذه المقدمة. وهذا النداء كان نداء إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل يا محمد. وهذه الآية أتت إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لتؤهله إلى دعوته، إلى قومه، إلى الأمة المحمدية، لكي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأقوام وأن الأنبياء من قبله مروا بهذه الابتلاءات، ورأوا صبرا، ورأوا هذا الثبات، فيجب عليك يا رسول الله أن تصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. شيخ ناصر، يعني عايزين نعرف السادة المشاهدين من هم أولو العزم من الأنبياء. وعندما تحدث الله سبحانه وتعالى هذه الآية، فاختص الخمس منهما،
فاختص نوح عليه السلام، ثم اختص إبراهيم كليم الله، ثم اختص موسى، فاختص إبراهيم الخليل، واختص موسى الكريم، واختص عيسى روح الله وكلمته، ثم اختص النبي صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم النبيين. وإذا نظرت أيها المشاهد الكريم وأيها الأخ الحبيب اللبيب إلى نوح، بلغ دعوته 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يا أستاذ صبحي، يبلغ هذه الدعوة إلى قومه، ولكنهم أعرضوا وصدوا. وقال القرآن في سورة هود: وما آمن معه إلا قليل. لم يؤمن مع نوح إلا قليل، ولكن أخذ من كل زوجين اثنين، حتى إن نوح عليه السلام نادى على ابنه وقال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا هو نوح عليه السلام. أما إذا نظرنا إلى إبراهيم خليل الله، إبراهيم خليل الله تعرض لأزمات عديدة وابتلاءات في دعوته. إبراهيم عندما دعا أبيه وقال له: يا أبتي لا تعبد الشيطان، لا تكن الرحمن عصيا، وقف أمامه النمرود، فأتى بإبراهيم إلى النار. فعندما أمره وعندما أتى به إلى النار، انظر وتأمل، أتى إليه بعض الملائكة وقالوا: ألك حاجة يا إبراهيم؟ جبريل: ألك حاجة؟ فيقول: لا، عالم بحالي وغني عن سؤالي. وترك الإجابة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال القرآن هذا البيان الدستوري: يا نار كوني بردا وسلاما على من؟ على إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام ترك هذا البأس وهذا الابتلاء، ثم تعرض إلى قضية أخرى، ألا وهي قضية الذبيح. كان إبراهيم عليه السلام عنده من العمر، كما قال بعض الفقهاء ابن كثير والقرطبي، أنه وصل إلى 86 سنة. تخيل يا أستاذ صبحي، 86 سنة أيها المشاهد الكريم، لم يعطيه الله الولد وطلب من الله الولد، ولكنه طلب من الله سبحانه وتعالى. فقال إبراهيم عليه السلام عندما نادى إلى ربه سبحانه وتعالى فأعطاه الله الولد، أعطاه إسماعيل عليه السلام. فلما بلغ إسماعيل، فلما بلغ بهم السعي، قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هذا الرجل بلغ معه السعي وقال له: يا بني إني أرى في المنام، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هذا الابن إسماعيل تحمل وقال له: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عفوا شيخ ناصر، معنا مداخلة هاتفية. الشيخ عثمان خطاب، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا مولانا. عاد سمعك، تشرفنا يا مولانا. الله يكرمك. شيخ عثمان، موضوع حلقة اليوم، مرحبا يا مولانا. موضوع حلقة اليوم بعنوان يا ألف مرحبا يا مولانا، شرفت. سمعنا يا مولانا؟ وطي اسمعني من التليفون، وطي التلفزيون بعد اذنك يا شيخ عثمان. اسمع. موضوع حلقة اليوم بعنوان وبشر الصابرين. تمام، معانا مولانا. نتحدث عن اولي العزم من الرسل، من هم ولماذا لقبوا باولي العزم؟ تاني يا شيخ عثمان، موضوع حلقة اليوم بنتحدث عن الصابرين وأهمية الصبر وجزائه. تحدثنا عن قلنا الآية الكريمة أسمعك خلاص. نعم. طب اتفضل يا شيخ عثمان.
واضح ان في مشكله في الخط. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اتفضل. اتفضل يا شيخ كمل. وطي صوت التلفزيون يا شيخ عثمان عشان التواصل بعد اذنك. حاضر حاضر حاضر. في البداية بنقول لشيخنا ربنا يكرمكم ويسع قدركم. ربنا يوفقك يا مولانا. ذكرت كلمة الصبر في القرآن الكريم على اختلاف ألفاظها أكثر من 70 مرة، منها 18 مرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. الصبر معناه مشايخنا علمونا كده، يقول لك الصبر علقم مر اسمه، مر مثل اسمه لكن عواقبه احلى من العسل. نعم. كما اخبرنا المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعندنا اي واحد في الدنيا ربنا يبتليه مصيبه او بلوه، ربنا بيقول في سوره البقره رقم 153: يا ايها الذين امنوا. ده الدنيا كلها نسمع القران بيقول ايه؟ نعم. استعينوا بالصبر والصلاة. نسمع الأربع كلمات اللي جينا ورا بعض دول: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. بل قسما بربي جل جلاله أتيتكم الآن أحمل إليكم بشرى. البشرى اسمع ربنا بيقول إيه؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بس في حاجة لازم الكل يعلمها. نعم. اللي هي اوعى تشتكي المخلوق خلقه ربنا. احنا قلنا أم شيخنا جنبك يعلم هذا الكلام، هو أستاذنا وشيخنا. تفضل يا مولانا. تفضل. وشرح الله صدره. نعلم يقينا ان الصبر ده علشان اعمل ايه؟ خلي بالك في حاجه اسمها الصبر الجميل. الصبر الجميل يعني ما تشتكيش لمخلوق خلقه ربنا. نعم. اشمل شيء في الدنيا اوعى تشتكي لمخلوق خلقه ربنا. احنا لنا جمله دايما نقول ايه؟ نقول في عندنا في الشرقيه وعندكم من اسوان الاسكندريه يقول لك ايه؟ شكوى لغير الله مذله. نعم. احنا قلنا ايه؟ قلنا الحاجه الى الناس ذل حتى ولو كانت الى اغنى الناس. نعم. الحاجه الى الناس ذل حتى ولو كانت الى اقرب الناس. ما يشتكي الميم لله. اسمع ربنا بيقول كما جاء في سورة يوسف آية 86: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم. مش عاوز اطول. اتفضل يا مولانا. اتفضل شيخ عثمان. شيخ عثمان وحضرتك معانا، يعني عايزين توضح انعكاس الصبر على الامه في الوقت الحالي لما تتعرض له مصر من ابتلاءات. احنا قلنا الو، واضح ان في مشكلة. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سلام. اي رجل يوضع في مصيبه استاذنا، اي رجل او اي داعيه او اي واحد في الدنيا او اي بلد يوضع في مصيبه، اعلم علم اليقين من كلام سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله عليه: اعلم علم اليقين انه ان تخلى عنك البشر، كل البشر وكل من حولك، فاعلم بان الله سيتولى امرك. نعم نعم. في اجمل شيء في الدنيا، احنا بنقولنا مصر بلد الامناء، مصر بلد الاولياء، مصر بلد الشرفاء، مصر بلد العظماء، مصر مشى على تراثها خليل الرحمن ابراهيم، مصر مشى على تراثها كريم الله موسى، مصر مشى على تراثها نبي الله عيسى، مصر عاش على تراثها نبي الله يوسف، من ارض مصر خرجت هاجر ام العرب التي علمت الدنيا كلها التوكل على الله، كما روى الامام البخاري من حديث ابن عباس قال: سيد الناس محمد صلى الله عليه واله وسلم، هاجر ام العرب ام نبي الله اسماعيل، من ارضك يا مصر خرجت يكابد ام نبي الله موسى التي علمت الدنيا كلها التوكل على الله. قسما بربي جل جلاله موجود في التوراه في الموت النص
من قصد مصر بسوء قصمه الله. نعم. شكرا شيخ عثمان على هذه المداخلة الطيبة. نرجع تاني مشاهدينا مع شيخ ناصر. كنت تتحدث عن أولي العزم من الأنبياء، تحدثنا عن سيدنا نوح وتحدثنا عن سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى. سيدنا موسى عليه السلام قد تعرض إلى طاغية هو فرعون، وجاء فرعون بالسحرة وقفوا أمام موسى عليه السلام، ولكن موسى عليه السلام إذا كنت في غم فالجأ إلى الله، وإذا كنت في هم فتوكل على الله. هناك من يعتمد على أولاده ويعتمد على عقله وذكائه، ولكن من اعتمد على أولاده ضل، ومن اعتمد على عقله خل، ومن اعتمد على الله لا ذل ولا ضل ولا خل ولا قل ولا مل، لأنه اعتمد على مسبب الأسباب. فموسى عندما اعتمد على الله سبحانه وتعالى قومه يقفون وراء موسى ويقولون يا موسى إن فرعون والأعداء وراءنا وإن البحر أمامنا، ولكن موسى قال لهم بلغة اليقين كلا إن معي ربي سيهدين. موسى عليه السلام تعرض لهذا الابتلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى نصره، وكان موسى على أرض مصر. سيدنا عيسى، أما عيسى روح الله وكلمته فكانت ميلاده مع قومه، وقضية ميلاد العذراء مريم البتول كانت هذه المرحلة التي جاء بها عيسى روح الله وكلمته، فتعرض لهذه القضية وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا وإن دل يدل أن انعكاس الخمسة أولي العزم من الرسل سمي بهذا الاسم لأنهم رأوا الكثير من أقوامهم وصبروا على أقوامهم من البأس الذي رأوه، فتحملوا المصائب والأزمات. عن خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي محمد صلوات ربي وسلامه عليه خير البشر، اصطفاه الله سبحانه وتعالى على سائر البشرية، رفعه إلى سدرة المنتهى. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الدعوة الإسلامية، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على رأسه ثلاث جزور في حجر الكعبة، وضربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعذبوا النبي، ورأى النبي أهوالا من قومه صلاة ربي وسلامه عليه، وتكلموا في عرض أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق التقية النقية الشريفة العفيفة عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف، لم يجد بذور الإيمان في مكة، فيمشي النبي على الأرض ما يقرب من 700 كيلو متر على الأرض المحرقة، ويمشي النبي على الرمال تحت أشعة الشمس، ويذهب إلى هؤلاء، ولكن جاءت الطامة الكبرى أعرضوا وصدوا عن دعوته، وهنا أدموا النبي بالحجارة حتى أدميت قدم النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم من قدمه الشريف. في هذه المحنة العصماء ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلجأ النبي إلى من؟ ويستعين بمن؟ يستعين بالله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ طيب إلى بعيد يتهجمني. عشان وقتنا شيخ، احنا تحدثنا عن الصبر عند الأنبياء، نعم، حدثنا عن الصبر عند البشر، وجزاء الصبر على الابتلاءات. الصبر من أعظم سمات الإيمان التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، والصبر جند لا يهزم، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخاطب الفئة المؤمنة فقال بياء النداء يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فقال ابن عباس كفى بالصابرين أن الله معهم. تخيل أستاذ صبحي لما يكون عثمان بيحبك أو علي بيحبك أو طلحة بن عبيد الله، ولكن الله يقول والله يحب الصابرين. من يحب الصابرين؟
الله سبحانه وتعالى. لذلك أتت البشرى إلى من؟ إلى الصابر المحتسب الذي يرضى بقضاء الله وقدر الله. فقال الله سبحانه وتعالى: وبشر من؟ الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الجزاء؟ كل شيء في الكل له جزاء. فجزاء الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيه؟ ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فأتت الهداية والرحمة من الله لمن؟ للصابر المحتسب. فهذه رسالة إلى من؟ رسالة لكل مغموم، رسالة لكل مهموم، رسالة لمن تعرض إلى مريض الكبد والكلى وأصحاب الأمراض التي نراهم اليوم في المجتمع الإسلامي. عليهم أن يصبروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث شريف، قال: عجبا لأمر المؤمن. عجبا لمين؟ لأمر المؤمن. لأمر المؤمن، لأن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر وكان خير له، وإن أصابته نعماء شكر وكان خير له. وإن هذا إلا لمن؟ للمؤمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عجالة: كيف ننشئ جيلا صالحا قادر على الصبر. الجيل نربي شبابا في هذا المجتمع الإسلامي على الصبر، وعلى قضية عدم البلاء. فإذا تعرضوا الشباب إلى قضية الابتلاءات فعليهم أن يرجعوا إلى المرجعية، إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الشباب هم ثمرة أكبادنا، وهم الثمرة التي نراها اليوم في المجتمع. وأفضل نعمة أنعم الله علينا بها الشباب. فعلى الشباب أن يصبروا. كيف ننشئ جيلا؟ ننشئ جيلا بالقرآن. جيلا يتربى على مائدة القرآن، ويتربى هذا الجيل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا شيخ ناصر، للأسف الوقت بيداهمنا. وبشر الصابرين. مشاهدينا، نرجو أن تكونوا استفدتم من حلقة اليوم مع فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ ناصر عبد الهادي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة الأسبوع المقبل. أراكم على خير.